فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا إذا أراد بعض الناس أن يلزم الضيف بالجلوس لإكرامه يقول: علي الحرام أن تتغدى أو أن تتعشى، فإذا لم يفعل فما الحكم في ذلك؟ حسب ما نوى، إن كان عليه الحرام من زوجته أو من يكون عليه كفارة الظهر. أما إذا كان عليه الحرام بس كلمة مطلقة كذا، عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول بعض المصلين يباعد بين قدميه. للشيخ فتوى، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا قال والله إن تجلس في هذا ولا جلس عيا، يقول حصل الإكرام، ما عليه شيء، لأن قصده الإكرام قد حصل في أنه حلف عليه يجلس في المكان هذا وحصل، ولا عليه شيء. نعم. لكن كونه يكفر من باب الاحتياط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.